بقى يوسف، انت اتعلمت ايه في مدرسة الانشاء؟ اتعلمنا المقامات الصوتية الأساسية وتعلمنا التواشيح القديمة طبعا لمشايخ عمالقة زي الشيخ علي محمود، وساهمت كتير قوي يعني في تشكيل شخصيتي كمنشد بصراحة. يلا بالتوفيق ان شاء الله. ربنا يكرمك. طيب هنسمع ايه؟ يا رب اشوف سيدنا النبي. كلنا نفسنا نشوف يا سيدنا رب النبي. يا رب يا رب عليه الصلاة كلنا ان والسلام. شاء الله. يا ربي أنا نفسي أشوف سيدنا النبي، يا نبي نفسي أشوف نظرة عينيه ليا وأنا بمسك إيديه وبمدحه وبصلي وبسلم عليه. نفسي يقول لي يوسف فالقلب ينبض ميت نعم، أنا من الخدم أمرك يا سيدنا النبي، أنا بين إيديك أنا كل لك يا أبو الكرم. الله على اسمي وهو طالع منه يا حاجة كده بكل الحياة. نفسي يا رب بدن في مرة بأمر منه للصلاة وأقف وراه يدعي لكل العالمين وأقول آمين وبعدها أختم معاه. نطلع سوا نمشي في شوارع كلها مفروشة من راحة النبي، يا رب والنبي عايز يا السلام. ربنا نفسي أشوف سيدنا النبي، يا ربنا نفسي أشوف سيدنا النبي يا رب طالع البدر علينا من ثاني أحسنت يا يوسف، أحسنت.